مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع الناس. النهاردة معانا ضيفين، الأستاذ حسيني مدير عام بالسكة الحديد. أهلا بك يا أستاذ سابقا، أهلا بك بحضرتك. أهلا أهلا بحضرتك. ومعانا الأستاذ أحمد السيد عطية المحامي، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ زمونة. أستاذ حسيني، حضرتك معاك مشكلة. نعم، عايزينك تعرض مشكلتك او تتكلم عن المشكله بتاعتك. هو انا يعني في سنه 89 اشتريت فدان ارض من الحاج عبد الحليم محمد فرج. تمام. وطبعا معايا مستنداتي وقاعد في الارض، والارض دي كان فيها بيت قديم عليه برج حمام وحظيره مواشي. قاعد وشجرت الارض دي يعني، وبنيت عليها سور ودخلت مرافق وكل حاجه يعني. في سنه في 93 الناس جم اشتروا من الحاج عبد الحليم ده 4 فدادين و9 قراريط جنبي مني. المسطح كله كان 5 فدادين و9 قراريط. انا اشتريت فدان. اشتروا 4 قراريط وهو اشتريت فدان في 89، هو باع لهم بقيه الارض اللي هي 4 و9 في 93. في اخر سنه 95 فوجئت بالناس اللي هم اشتروا ال4 فدادين و9 قراريط دول. جابوا ناس بلطجيه وجم على البيت اللي هو اللي في الارض واحنا مش موجودين. كان في الحاجه والدتي مسنه عندها حوالي انذاك حوالي 80 سنه واطفال صغيرين، رموهم بره البيت. يعني حضرتك ليك كنت شاري قراط، شاري فدان. فدان تمام، في بيت وعليه برج حمام وحظيره مواشي. تمام حضرتك. جم الناس اللي اشتروا جيراننا دول 4 فدادين و9 قراريط. بقيه المسطح، المسطح كله 5 فدادين و9 قراريط. تمام. فانا لما اشتريت الفدان هم اشتروا بقيه ال5 و9 اللي هم ال4 و9 قراريط. تمام حضرتك. فجون في 95 اخر في ديسمبر كده 95 جم بالليل وهجموا على البيت بتاعنا اللي في الارض دي، والدتي كانت قاعده فيه، احنا مش موجودين، الرجاله مش موجوده، الحاجه كبيره عندها 80 سنه واطفال صغيرين، اولاد اخويا ومراته، رموهم بره البيت واستولوا على البيت ده بالقوه كده، بلطجيه معاهم. طبعا قامت الدنيا، الجيران كلها جريت على المركز الشرطي، التل الكبير، والدنيا اتحركت والمباحث اتحركت وكده. فطبعا عملوا التحريات وعملوا والجيران والدنيا قامت جريمه. طب يا استاذ احمد، ديت المشكله دي بتشكل جريمه؟ اه طبعا المشكله ديت بتشكل جريمه طبقا لقانون العقوبات المصري، وهي جريمه دخول عقار بالقوه. الجريمه دي بتنظمها المادة 369 والمادة 370 من الباب 14 من قانون العقوبات. طب ايه هي نوع الجريمة؟ دي اسمها جريمة دخول عقار بالقوة. المادة 369 بتقول كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو لو حتى دخله بشكل قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تتجاوز 300 جنيه مصري. تمام. العقوبه دي بتتشدد، يعني زي في حاله الاستاذ حسيني العقوبه دي بتتشدد اذا دخل البيت اكثر من شخص، يعني اذا كان شخصين او اكثر او مجموعه احدهم حامل السلاح. تمام. لو احدهم بس حامل السلاح تشدد العقوبه من سنه، الحبس يبقى سنتين، وعقوبه الغرامه من 300 جنيه ل 500 جنيه. تمام. طبعا ده بالنسبه للعقار، العقارات بصفه عامه. تمام. في حاجه تانية، تمام، اللي هو الماده اللي بعدها 370. كل بيت، كل من دخل بيتا مسكونا او معدل السكنه او في احدى ملحقاته. تمام. ملحقاته زي حظيره المواشي، برج الحمام اللي الاستاذ بيقول عليه الكلام ده. طيب كله. يا استاذ حسيني، ايه اللي حصل مع حضرتك بعد كده؟ بعد كده اتحرر محضر في مركز الشرطة 22/44 لسنة 95، والنيابة العامة تدخلت وبالتحريات والجيران والمستندات، وده صدر لنا قرار
من السيد المستشار المحامي العام لنيابات الاسماعيليه بتمكيننا من البيت قرار حيازه رقم 3 حيازات كل الاسماعيليه وتنفذ القرار. انت معاك مستندات للملكيه يا حاج؟ طب ممكن توريها لي؟ اتفضل. بعد كده حضرتك صدر القرار. طبعا استاذ حسيني معايا عقدي بيع ابتدائي اهو وعقدي وكاله. وضح في الحدود اهو. كمل يا استاذ حسيني كمل. وصدر قرار التمكين نفذا لقرار سياده المستشار المحامي العام لنيابه الاسماعيليه رقم 3 حيازات كلي. وقرار التمكين معايا صورته اهو. وتنفذ قرار التمكين. دي صورة التمكين؟ تمام. وتنفذ القرار فعلا واستلمنا بيتنا ورجعنا فيه تاني اللي هو كائن في نص الفدان. ده محضر التمكين اهو؟ محضر التمكين نفذا لقرار السيد المستشار المحامي العام اللي بس اسمع عليه. تمام كمل حضرتك. بعد كده قالوا نعمل قاعده عرفيه عشان طبعا الجريمه اللي هم ارتكبوها والكلام ده ما عجبش الناس الطيبين القداس الكبار في المنطقه. عملنا قاعده عرفيه في منطقه الكيلو 14 في الاسماعيليه. كان هم معاهم اوضه واحنا قلتوا تحدلوها ودي. قلنا يعني الناس تبقى جيران وحلوين وحبايب وكده ومفيش مشاكل يعني. احنا امتثلنا للكلام ده ووافقنا وقلنا ماشي. تمام. في القعده العرفيه كل واحد كان جايب مستنداته وجايب شهوده وجايب حاجته. طبعا هم معاهم اتنين قضاه واحنا اتنين قضاه وفي قاضي مرجح اللي هو صاحب المكان. القضاه بتوع الطرف الخصم اللي هو المدعو المرحوم عبد التواب محمد وادي كان الخصم بتاعي. ده الخصم بتاع حضرتك؟ اللي هو هجموا على البيت هو وولاد اخوه عبد الحفيظ محمد الهادي وحامد محمد الهادي. تمام. راحوا معانا في القعده العرفيه فالمرحوم عبد التواب الله يرحمه. القضاة بتوعه لقوا الموضوع. احنا معانا عقود الوكالة هي عقد الوكالة معانا على الهوا اهو. تمام كمل يا فندم. بساتك اللهم صل على محمد. القضاة بتوعه قالوا والله احنا المشاكل دي ممكن نحلها ونفصل فيها اما الاوراق والاحكام لازم نديها عند مستشار قانوني يفهم في القانون وفي المستندات. ما يعرفوش اي حد من الطرفين يعني ودي الوقت يعني يكون حد غريب هو اللي يحكم. يكون مستشار قانوني يفصل ويدينا فتوى قانونيه. تمام. مين ليه احقيه امتلاك هذا الفدان بمعاليم المباني. فطبعا كل الاطراف وافقت خدوا مستنداتنا ومستندات المرحوم عبد التواب محمد وادي ودوها للمستشار القانوني. طب المستشار القانوني قال ايه؟ هي بعد كده دون اجل لورود الفتوى القانونيه، وردت الفتوى القانونيه من المستشار عبد العظيم حميد. قال في الفتوى بتاعته باحقيه حسيني محمد احمد سرحان بامتلاك الفدان بما عليه من مباني اللي هو حضرتك. اللي هو انا. واخد بال حضرتك؟ طبعا ده محضر التحكيم وادي حكم الفتوى القانونيه اللي وردت من السيد المستشار عبد العظيم حميده موجوده هي. وقال فيها باحقيه حسيني بامتلاك الفدان بما عليه من مباني. تمام سيادتك؟ الارض دلوقتي بقت بتاعت حضرتك. طبعا هرجع تاني لحظة للمحضر اللي اتحرر يوم ما هجموا على الارض بتاعت على البيت على البيت ده البيت. طبعا هم روعوا الحاجة والاولاد وطبعا ده يعني بهدلهم. مش عايز ارجع الكلام ده لانه بيتعبني نفسيا وبيصير. طب يعني انت اشتكيت للمركز يا حاج؟ فاحنا لما رحنا عملنا المحضر ده كل واحد فينا قدم مستندات. هم قدموا مستند عقد مسجل برقم 305 لسنة 95.
ده اللي هو بتاع حضرتك. هم قدموا عقد ليهم هم باسم عبد التواب محمد محمد وادي مسجل. يعني هو هم شاريين من نفس الرجل اللي انت حضرتك شاري منه. اه هم قدموا عقد مسجل للمركز، فانا شفت العقد فيه سياده الضابط اللي بيعمل المحضر. فانا ذهلت لما لقيت، طلعت عليه لقيت الحدود بتاعتي داخله في نفس العقد ده اللي هو بتاعهم هم، اللي هو باربع فدادين وتسع قراريط. تمام. لقيت العقد بتاعي انا حدوده داخله في نفس العقد ده. يعني هم ضامنين اللي ما انا جاي لحضرتك جاي لحضرتك. اتفضل. فطبعا رجعت للمالك الاصلي اللي هو باع لي وباع لهم. انت بايع الفدان بتاعي للناس. تمام. فقال لا، لو العقد ده يشمل فدان اللي انا بايعه ليك لحسيني يبقى مزور. عمل ايه بقى ساعتها؟ راح حضرتك طبعا قدم دعوه طبعا في النيابه العامه على طول، قدم دعوه للنيابه العامه بالتزوير، بالطعن بالتزوير على عقد 305 لسنه 95 ده لشموله فدان حسيني، لان لو شمل الفدان ده يبقى انا مش بايعه او انا مش عامل العقد ده. يبقى هو كده بيع للاثنين. اه هو قال انا بايع لحسيني فدان وبعت للناس دول اربع فدادين وتسعه والمسطح كله خمسه وتسعه، مفيش خلاف. بس لو كان العقد ده يشمل فدان حسيني يبقى مزور. اللي هو حضرتك. اه. تمام. فطعن عليه في النيابه العامه، في تحقيقات حصلت ثبت، عشان برضو المفترض بقى يا استاذ احمد هو يعمل ايه؟ المفترض ان في تزوير حصل. هو حضرتك طعن على العقد ده بالتزوير. طب ايه هو التزوير؟ هو المالك التزوير دوت يعني تغيير للحقيقه بقصد الغش. تمام؟ وبينتج عنه ضرر للغير. يعني هم لما غيروا زوروا في العقد ده غيروا في الحقيقه اللي هو عقد البيع الاصلي اللي هو مبع لهم اربع فدادين وتسع قراريط بس بدون فدان الاستاذ حسين. تمام. هم لما عملوا العقد ده زوروا بانهم دخلوا الحدود دي. تمام. دخلوا حدود الفدان الاستاذ حسيني ضمهم ليه، ضمهم للعقد بتاعهم. تمام. فدي بتشكل جريمه التزوير معاقب عليها بالماده 213 من قانون العقوبات. فالمالك الاصلي رافع دعوى بطلان على عقد البيع، وتم فعلا بطلان عقد البيع رقم 305. يعني المحكمه حكمت ببطلان العقد، ببطلان عقد البيع اللي هو بالحدود المزيفه. اللي هم عملوا توكيل مزيف اللي هو التزوير. زوروا غيروا الحقيقه. تمام. لما حضرتك دخلوا محكمه، دخلوا محكمه الجنايات بالتزوير، لما ثبتت النيابه التزوير وتحقيقات وقسم التزييف والتزوير ثبت التزوير، دخلوا محكمه الجنايات عبد التواب محمد محمد وادي الله يرحمه وعبد الحفيظ محمد الهادي وغريب عطيه محمد. في الحكم الجنائي اتحكم عليهم بسنه سجن. اي حد اتقال اسمه ليه حق الرد، يرد ما المستندات موجوده. ده حقه. الحكم الجنائي موجود معايا. وبعدين الحكم الجنائي في صفحه رقم 3 قال هنا سعى للتزوير، لتزوير التوكيل رقم كذا رقم 869 فؤوس لسنه 95 خاص فؤوس المنسوب صدوره عنه زورا واستعمله في تسجيل عقد البيع برقم 305 اللي انا ذكرته لحضرتك. يعني حضرتك متلك كبير واتعمل عقد فؤوس؟ محافظه غير المحافظه. لا ده هو الملك الاصلي في القاهره في الجيزه. اتعمل عليه توكيل مزور في فؤوس. يعني الملك الاصلي اساسا من القاهره. في تسجيل عقد البيع برقم 305 لسنه 95 اللي انا ذكرته لحضرتك، اللي انا شفته في اثناء التحقيق في المركز. المحرر بين عبد التواب محمد محمد وادي ونفسه بصفته مشتري وبصفته وكيلا عن البايع عن ذات المساحه سالفه الذكر، ولكن بتعديل في الحدود ترتب عليه ادخال مساحه فدان بالمساحه. المبينة تعالى. ده الورق اللي بيثبت. ادي حكم جنائي من محكمه الجنايات الاسماعيليه، حكم رقم 3 جنايات كلي الاسماعيليه. تمام. طبعا بعد كده اترفعت دعوه 205 لسنه 98 لسنه 97 ببطلان هذا العقد اللي هو 305. لان الشق الجنائي خلاص اتحكم عليهم بالسجن كل واحد سنه، اللي رفع دعوه
205 مدني كلي للإسماعيلية، واتحكم في الدعوة دي ببطلان عقد البيع المسجل رقم 305 لسنة 95 شهر عقار الإسماعيلية المشهر بتاريخ 16/3/95 بمحضر التصديق رقم 13/57 لسنة 95، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة آثاره القانونية ووقف التعامل. طب ما بكلام حضرتك دي الأرض كده رجعت لك يا أستاذ حسين. لا ما هو أنا جاي لحضرتك، ما هي الأرض معايا في وأنا بتكلم دلوقتي معايا الأرض، يعني في الوقت الحالي الأرض مع حضرتك. في ساعة الكلام اللي أنا بقوله ده موجودة معايا. لما سابت يعني من ساعة الورق ده الأرض مع حضرتك. اتحكم معايا. اتحكم على العقد ده بالبطلان، وتم التأشير الهامشي عليه وشطبه من السجلات كحكم المحكمة. طبعا خلاص عملنا القعدة العرفية. نرجع بقى للقعدة العرفية. القعدة العرفية اللي انتوا اتفقتوا ان انتوا تحلوها، اللي احنا نحلها بعيد عن ايه المشاكل. هم ثبت التزوير، العقد بطل، انا في ارضي، هم في ارضهم، هم حرين، هم بالمالك الاصلي بتاعهم، يرجعوا بقى يعمل لهم عقد تاني بعد المزور. هم حرين. قلنا نقعد ونبقى جيران حبايب وحلوين. تمام. مع بعض. تمام. قعدنا ودوا الورق للفتوى القانونية، ارجع للكلام تاني، للمستشار القانوني. وردت الفتوى القانونية من المستشار عبد العظيم حميدة تقول بأحقية حسيني محمد أحمد سرحان في امتلاك الفدان وما عليه من مباني. ده كلام المستشار القانوني. تمام. طبعا أنا بختصر لأن هو قايل كلام أكتر من كده. الحكم المحكمين لما وردت الفتوى القانونية حكمت الحكم بتاعهم وقالوا في البند 4 من الحكم: إلزام عبد التواب محمد وادي بعدم التعرض لحسيني محمد أحمد سرحان في مساحة واحد فدان الموضح الحدود والمعالم بصلب هذا الحكم وما عليه من مباني وعدم التعرض له. يعني الجلسة العرفية حكمت لحضرتك وكف منازعة ونفذ ولا لا؟ وتنفذ حضرتك. وقالت في البند الخامس: اعتبار الفتوى القانونية الصادرة من السيد المستشار عبد العظيم حميدة جزء لا يتجزأ من هذا الحكم واعتباره مكملا له. يعني هي كده حكمت لحضرتك بعدم التعرض في الفدان. يبقى احنا دلوقتي خدنا حكم ان الارض دي لحضرتك، خدنا قرار، رجعت لك تاني، نفذنا القرار الاول الاولاني السيد المستشار محمد عبد الاسماعيليه بالتمكين من المنزل اللي هو في وسط الفدان. تمام. ورجع اتحكم لنا بعدم التعرض، ما يتعرضوش عبد المرحوم ما يتعرضش لنا اللي هو عبد الطاهر محمد وادي في مساحه الفدان لا في الحال ولا في الاستقبال. تمام. واصبح حكم نهائي وتنفذ، والمحضر نفذه وادي محضر التنفيذ بعدم التعرض. الصورة الرسمية منه، وادي أوراق التنفيذ اللي تم تنفيذها. دي يعني الصورة؟ تمام. الأستاذ محمد طبعا اتنفذ، ده كان لسنة الحكم رقم 12 حكم المحكمين لسنة 98، اتنفذ في شهر 2 سنة في 21/2 سنة 2000. تمام. واحنا قاعدين في ارضنا وفي بيتنا وخيرنا كيف شرنا والحمد لله رب العالمين، هم في ارضهم واحنا في ارضنا، كل واحد في حاله. كل واحد في حاله. تمام. فوجئنا في 2001 هم برضك تبيهم بيشتغلوا في 2001 في دعوه مرفوعه بصحه ونفاذ عقد بيع ابتدائي اتعمل بين المرحوم عبد التواب محمد وادي وابن اخوه حامد محمد الهادي، في عقد اتعمل بينهم عقد ابتدائي. تمام. ورفعوا عليه دعوة. يعني الراجل باع لواحد تاني اللي هو اللي كان شاري وزور. ولما وقع العقد بتاعه المزور واتلغى عمل عقد ابتدائي بينه وبين ابن اخوه ودخله المحكمه عشان ياخد عليه صحه ونفاذ. وللاسف الشديد عمله على نفس الحدود طبق الاصل بتاعه العقد المزور اللي تم الغائه
اللي بتشمل مساحة أرض حضرتك. نفس الحدود ونفس الأطوال بالظبط. وشهر عريضة 10/72 لسنة 2001 برضو على نفس الحدود، وتأشر على العريضة في بأنه يوجد دعوة بطلان لصالح عبد الحليم محمد فرج على العريضة المشهرة أهيا اللي هي 10/72 لسنة 2001. تمام. اللي هي تم شهرها في 16/7/2001. الكلام ده من 2001. تمام. طبعا ده اتعمل، احنا قلنا سكتنا بعد القعدة العرفية وبعد الحكم خلاص، قلت الموضوع اتحل ودي وخلاص. عملوا دعوة صحة ونفاذ على عقد ابتدائي بينهم وبين بعض، والعقد ده عملوه بتاريخ قديم سنة 95. خد حكم؟ 95، خد صحة ونفاذ على هذا العقد. خد صحة ونفاذ. على هذا العقد، رغم ان انا مش طرف في العقد، العقد بين المرحوم عبد التواب محمد وادي وبين حامد محمد الهادي. وقال ان هو بصفته وكيل عن الملك الاصلي، وعمل له عقد ابتدائي ودخله المحكمه وخد عليه صحه ونفاذ الحكم. لما راح يسجل هذا الحكم ايه اللي حصل بقى؟ اتفضل. لما راح يسجل خد صحه ونفاذ. جينا عملنا استئناف في الحكم، المحكمه قالت ان هو لا يجوز الاستئناف لعدم النصاب الضريبي، لان الفدان الضريبه بتاعته 3000 معرفش 600. طبعا دي حاجات قانونيه انا مش افهم فيها، الا انه لا يتجاوز النصاب الضريبي اللي هو 5000 جنيه اللي هو الفدان، فقال لك عدم جواز الاستئناف. ده يبقى ايه بقى يا استاذ احمد؟ اذا كان هناك تقصير المحاكم الابتدائيه، المحاكم الجزئيه ليها نصاب معين اللي هو لحد 40000 جنيه. تمام. تنظر هذه الدعاوي، يجوز استئناف الدعاوي اللي فوق ال 5000، يجوز استئنافها. طيب هو طبعا بتحسب على مربوط الضريبه، دي الارض دي مربوط الضريبه بتاعها كام في السنه، فتضرب في 40 ضعف. تمام. تمام. هو تقرير الخبير، طبعا المحكمه بتبص على تقرير الخبير، لو 40 الضعف بتاع مربوط الضريبه السنوي بتاعها ما جابش النصاب القانوني اللي هو ال 5000، بياخد عدم جواز استئناف. بياخد عدم جواز استئناف. تمام. كمل. هو حضرتك ممكن يكون هناك تقصير، هناك تقصير، تقصير في يعني عن اي جهه الله اعلم، اما انا ما افهمش في القانون، لان انا سالت قال لك ان لو دفعته بالبطلان في الحكم يجوز الاستئناف، لو سددته كفاله يجوز الاستئناف. طبعا ده تقريبا ما حصلش. احب اوضح حصل حاجه بس صغيره. اتفضل. الاستاذ حسيني تدخل هجومي، تدخل هجومي في الدعوه اللي هي الاصليه اللي بتاعت صحه بيع ونفاذ، لذلك كان ليه حق ان هو مش طرف اصلا، لانه ما كانش طرف في الخصومه. تمام. فهو تدخل هجومي، فلذلك كان ليه حق الايه؟ الاستئناف. الاستئناف. وهو رفض التدخل الهجومي بتاعه لسبب ملوش علاقه بموضوع الدعوه، هو ليه سبب في الاجراءات. الاجراءات اللي هو لم يشهر صحيفه التدخل الهجومي. يعني ايه يشهر صحيفه التدخل الهجومي؟ يعني كان بيسجلها في عقد البيع، يأشر في هامش عقد البيع. طيب هنرجع لحضرتك تاني يا استاذ احمد، كم يا استاذ حسين؟ انا قلت يعني ممكن يكون هناك تقصير. من اي جهه بقى؟ تمام. فطبعا خدت عدم جواز الاستئناف. عدم جواز الاستئناف، مش رافض الاستئناف بتاعي، لا خدت عدم جواز للحاجات اللي انا قلت عليها دي. تمام. طبعا الحكم بقى نهائي. راح يسجل الحكم. ما هو صحة ونفاذ عايز يسجله في شهر العقاري. تسجله في الشهر العقاري. تمام. لما راح يسجل الحكم ده، فطبعا دخل حدودنا، عمل كشف تحديد، لقينا الحدود بتاعتنا، لقينا رحنا المساحة نعمل نسجل احنا كمان. طبعا الخبير قال ان انا ما عرفتش اسجل لان المساحة بتاعتي دخلت ضمن كانت ضمن مساحة تم شهرها بالعقد المسجل 305 اللي هو تم بطلانه. فده كان عائق ان انا مش عارف اسجل، لان كانت ضمن مساحه اتسجلت بالعقد المزور ده. وفين بقى لما الاجراءات، لما العقد المزور ده يبطل، ولما العقد المزور يصدر حكم بالتاشير الهامشي عليه وشطبه ويترفع تاني، وبعدين المهم هم جم يسجلوا هذا الحكم، واحنا جينا نسجل لقينا اللي بتاع المساحه المسؤول اللي هو في المساحة دخل كشف التحديد بتاعنا عند كشف التحديد بتاعهم، دخلوا جواه
عشان يعمل واستمر التغيير وحاجات زي كده، شغل المساحه يعني. وبرضه عملنا كشف تحديد بالفدان بتاعنا، فطبعا حصل هنا يعني في تعارض. يعني عمل لحضرتك كشف تحديد بالفدان بتاع حضرتك. هنا حصل تعارض. فطبعا اشتكينا فين؟ اللي كان يرأس مديريه المساحه في الاسماعيليه، هيئه المساحه المصريه في منطقه شرق الدلتا بالزقازيق، كان ترأس الاسماعيليه والقناه وسينا في الوقت ده. قدمنا شكوى هناك. هم راحوا مقدمين هم كمان شكوى، لما عرفوا ان احنا بنشتكي راحوا حامد مقدم شكوى، حامد محمد الهادي اللي هو صدر لصالح الحكم، راح مقدم شكوى بردك في منطقه شرق الدلتا بتاعه المساحه. شكلوا لجنه من مهندسين كبار، نزلت مديريه الاسماعيليه بتاعه المساحه. طبعا لقوا مخالفات وقدموا المسؤولين. انتهت ليه؟ نعم انتهت ليه؟ لقوا مخالفات والناس راحت النيابه الاداريه واتحكم عليهم ب 20 يوم جيزه واللي 7 ايام جيزه، في مخالفات لقوها. وبعدين اتجايزوا يعني. وجابوا كلك البيعه الاصليه بتاعه المالك الاصلي اللي هو الحاج عبد الحليم محمد فرج. اللي هي بالمشهر بتاعه اللي هي 86 سنه 86. جابوا كلك البيعه اللي هي 564، وجابوا الخرائط القديمه والخرائط الحديثه. فحص ده كله، اللجنه قالت ان العريضه لا تنطبق، اللي هو شهرها عشان يسجل بيها الحكم 35 اللي خده اللي هو حامد محمد الهادي. تمام. اللي صدر لصالح الحكم. وطبعا تقرير اللجنه معانا قال ايه بعد كده بقى؟ تقرير اللجنه هنا هو قال ان العريضه 1072 لسنه 2001 لا تنطبق، في حين ان المكتب الهندسي قام بالتطبيق وتم التاشير على كشف التحديد والاستماره بذلك. برضه هنا في شكوى حامد. تمام. طب يعني كده قالوا ان الارض دي بتاعت حضرتك، عملوا ايه بقى بعد كده؟ هو انت عملت ايه بعد كده؟ بعد كده فوجئنا لما لقوا ان العريضه دي بتاعت الحكم بتاعهم لا تنطبق بقرار هيئه المساحه المصريه بشرق الدلتا. قال لك نستلم بقى، لجأوا لتسليم الارض. لجأوا لتسليم الارض. تمام. قدموا اوراقهم في اداره تنفيذ الاحكام عشان ينفذوا الحكم بالتسليم. هيسلم الاربع فدادين وتسع قريط بتوعه اللي في العقد بتاعه الابتدائي اللي هو خد عليه صحه النفاس، اللي هو الملكيه بتاعته هو. اللي خد عليه صحه النفاس، بس هو داخل في حدودي اللي هو الفدان. تمام. طبعا الفدان ده انا بايع منه حوالي 8 او 9 قراريط لناس متفرقه بنوا بيوت مسلحه فيه من 20 سنه. ده اللي هو ملك حضرتك. الناس شاريه مني من 20 سنه بانيه وقاعده ومستقره ومدخله مرافق وحاجه. طبعا الخصوم اللي هم خدوا الحكم دول جيراننا. طيب. والحد في الحد، وشايفين الناس بتبني قدامهم وشايفين الناس بتشتري وناس قاعده. طب يا استاذ احمد، هل هناك خطا في تنفيذ الحكم اللي حصل؟ طبعا في خطا في تنفيذ الحكم. انا لسه ما وصلتش حضرتك للتنفيذ بقى، يعني لما يجوا ينفذوا. ماشي، اتفضل يا باشا. هم بحيث الحته اللي هي لجأوا للتنفيذ. طبعا هم لما نفذوا كان المفروض القانون اعطى، او وزير العدل بقرار اعطى لمعاون التنفيذ سلطه الاستعانه بمن يراه من اهل الخبره، تمام، من اي جهه حكوميه. المفروض يرجع لمدير اداره التنفيذ ويقول له مثلا انا مش عارف اسلم حته الارض دي، مش عارف اطبق العقد او اطبق الحكم، فيستعين مثلا بمديريه المساحه هي اللي تبدا تسلمه. وبما ان الاستاذ حسين بيقول ان مديريه المساحه قالت ان في خطا في المساحه ده بكلك البيع الاصلي اصلا، فمفروض ان هو كان يلجا للمساحه دي اللي هي كانت هي بقى اللي تعرف تطبق او تنفذ الحكم الصادر. تمام. طيب انت شايف الحل فين يا استاذ حسين؟ هو حضرتك لما جم ينفذوا، طبعا في بيوت في الفدان وناس قاعده بقى لها 20 سنه، فكان عائق في التنفيذ. ترجع القوات ويرجع المحضر ودراسه امنيه ويجوم يجوا تاني. المهم يلجأوا لايه؟ يعني يعملوا ايه؟ راحوا متفقين مع الناس اللي هم شاريين دول، قالوا احنا مش عايزين البيوت بتاعتكم ما دام عيالكم كده بترعبوا من
من التنفيذ واستاد وما اعرفش ايه وبتاع، مش عايزين البيوت دي. اتنازلوا هم عن البيوت، قعدوا معاهم وتفاوضوا معاهم ان احنا مش عايزين المساحه اللي فيها البيوت بتاعتكم، بس انتوا خليكم في جنب، لان احنا خليتهم هم يعني راحوا للمحامي ورفع لهم دعوه عدم الاعتداد بالحكم ده لان هم مش ممثلين فيه. هم لما عرفوا كده جريوا على الناس خلوهم، قالوا له احنا يعني ريحوا نفسكم، احنا مش عايزين البيوت اللي انتوا فيها، احنا عايزين ال 16 ايراد اللي فاضلين من الفدان. مختصر بس عشان وقت حلقتنا بينتهي. واخده بال حضرتك؟ احنا عايزين ال 16 ايراد اللي فاضلين من الفدان اللي هم فاضيين والبيوت مش عايزينها. راحوا لاغين التوكيل بتاع المحامي اللي هو رفع عدم الاعتداد بالحكم لما عرفوا ان هو ياخد عدم الاعتداد بالحكم. طيب استاذ احمد، الطريقه القانونيه او الحل القانوني للحصول على حق الاستاذ حسيني؟ هو الحل القانوني ان الاستاذ حسيني مثل في الدعوه اللي هي بتاع صحه بيع ونفاذ، فهو دلوقتي واستأنف كمان عليها، فهو كده يعتبر ضيع درجتين تقاضي، فهو الحل الوحيد دلوقتي ان هو يرفع دعوه وقف تنفيذ الحكم اللي هو صدر بصحه بيع ونفاذ. ففي الحاله دي المحكمه هتندب خبير وهيبدا يبص على المساحه وهيبدا يبص على العقد الاصلي والحكم الاصلي والحدود اللي في الحكم ويبدا يطبقه صح. تمام، اتفضل يا استاذ حسين. هو بعد كده لما جم بقى ينفذوا على ال 16 ايراد بتوعي، انا مصور عليهم صوره 2 متر ونص وبوابه ومدخل مرافق وعندي بيت بالطوف القديم ده وعليه برج حمام وحظيره وقاعد وعندي المغزى مواشي في المعلف وعندي حاجات، والحاجات دي طبعا كله موجود. موجود. انا فوجئت بقوات من الشرطه ومحضر من الامن هدد كل ده جايين بقى ينفذوا. فطبعا اعترضت المحضر قلت له حضرتك انا معايا اوراق تنفيذ حكم قبل كده بعدم التعرض في الفدان ده، وادي اوراق التنفيذ حضرتك تم تنفيذها. طيب. قال لي نعرض الكلام ده. بعد دقيقتين قال استمرار في التنفيذ واحنا واقفين. استمرار في التنفيذ؟ تمام. قلت له طيب حضرتك في قرار من هيئه المساحه المصريه بيقول ان العريضه بتاعت الحكم اللي مع حضرتك اللي هو 35. طيب هو حضرتك اشتكيت تاني؟ هو بعد حضرتك اشتكيت تاني يعني؟ هو انا جاي لحضرتك في الكلام. قلت له في هنا قرار بيقول ان العريضه بتاعت الحكم دي لا تنطبق على المكان ده. العريضه دي مشهورة غلط اصلا، الحكم ده فيه يشوبه بعض يعني هناك تقصير شديد يعني. تمام. فقال لي بص انا هنفذ، عايز تشتكيني اشتكيني. قلت له انا ما اشتكيش حد، انا هشتكي انا لا حول ولا قوه. انا نفذ، كسروا القفل بتاع البوابه، دخلوا الناس ودخلت القوات. كان طلعوا عندي المواشي بتاعتي طلعوها في الشارع والغنام وبتاع وبهدلوا الدنيا طبعا، ويعني والحمد لله رب العالمين. طبعا القوات الشرطه كانوا ناس محترمين جدا وقالوا احنا يعني جهه تامينيه بس، احنا التنفيذ ده ما لناش علاقه بيه، احنا بنامن وناس محترمين يعني ما حصلش. وانا طبعا حسيت ان انا ما فيش خلاص، اعصابي انهارت. طبعا زعلت، لقيت البهايم بتاعتي بتترمي بره وكل حاجه بتترمي، البوابه بتاعتي بتتشال بتتقلع وتترمي، مكنه الميه مكنه الري بتاعت الجنينه طبعا. طب انت ايه اللي عملته بعد كده؟ انا طبعا كنت عامل مشجره جنينه مانجا وجوه ولقيت كل حاجه قدام عيني، فانا رحت سايب بقى واخد بعضي وماشي خلاص، سبت الموضوع خالص. بعد كده تاني يوم او تالت يوم تقريبا لقيتهم هدوا جزء من السور من الناحيه التانيه، بنوا البوابه بتاعتي اللي خلعوها ورموها. لقيتهم جابوا لودر قلعوا شجر المانجا، الجنينه كلها اتقلعت. جابوا اللودر وهدوا البيت اللي خدت عليه قرار تمكين قبل كده اللي في وسط الارض، هد باللودر وهد برج الحمام، بسم الله كان الحمام بيطير كده يعني ما فيش رحمه ما فيش. وهدوا الحظيره وكل حاجه يعني. طيب ايه اللي حضرتك عملته بعد كده؟
انا عارفه طبعا ان هي بتبقى حاجه مؤثره جدا لحضرتك، ف ان شاء الله حقك هيرجع باذن الله، عايزينك تهدى بس. شايف يا استاذ احمد؟ الاستاذ حسيني بعد كده توجه بشكوى للنائب العام. طبعا النائب العام احالها الى السيد المستشار المحامي العام للنيابات الاسماعيليه، وهو بدوره احالها لنيابه التل الكبير، واتأشر عليها بسؤال الشاكي والمشكو في حقهم والشهود وتحريات المباحث. وطبعا تحريات المباحث جايه في صفه ان هو الحائز. الله اعلم. اللي هو الحائز. لسه حضرتك بعد اذنك. هو تحريات مباحث يعني وتعد، بس احنا قعدنا مع رئيس مباحث وقال ان احنا عارفين ان هو اللي قاعد وهو اللي مالك البيت وهم المعتدين. يعني هو ده الاجراء اللي تم، ولحد دلوقتي لم يبت لسه من تمكينه من عدمه بالنسبه لارضه وبيته تاني. تمام، في حاجه عايز تقولها يا استاذ حسيني؟ اتفضل. استاذ احمد، وانا ما اعرفش اذا كانت المباحث هتقول ايه او قالت ايه، ما اعرفش الحاجات دي. المهم انا حضرتك قدمت الشكوى لمعالي السيد الاستاذ المستشار النائب العام، لان طبعا هحتمل. طب انت حضرتك بتناشد مين؟ هحتمي بمين بعد كده؟ الـ الـ عشان بس وقت حلقتنا انتهى، فعايزين كلمة أخيرة من حضرتك. بناشد السيد المستشار النائب العام، احنا بنحتمي في حضرته ان الدعوة اللي انا الشكوى اللي انا اشتكيتها اللي هي 13006 اشتكيتها للنائب العام وتحولت للمحامي العام الإسماعيلية اللي حولها للسيد الاستاذ رئيس نيابه التل الكبير، وتم التحقيق فيها وراحت شهود واتسالنا واتسالوا المشكو فيهم وتحولت دلوقتي لتحرير المباحث. تمام، والله اعلم لسه مش تم فيها حاجه لحد دلوقتي. ان شاء الله خير باذن الله وحقك هيرجع باذن الله. يعني في ألف واحد في البلد يشهدوا، في عمدة البلد، في ان شاء الله باذن الله حق حضرتك هيرجع باذن الله. وبنشكرك جدا عشان استاذ حسيني، بنشكرك جدا. بنشكرك يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. يا رب نكون النهارده وصلنا صوت واحد من الناس، وان شاء الله مستمرين معاكم باذن الله ومع برنامج مع الناس على قناه الصحه والجمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.